لقد قمت بتصميم عدة عروض حول نظرية المعادلات ثنائية الحدود، لذا أعتقد أنه تم توضيح الفكرة الآن. أعتقد الآن أن الوقت مناسب لنقوم بعرض إثبات مشتقة الصيغة العامة دي على دي إكس. دعونا نأخذ مشتقة إكس للقوة إن. الآن بما أننا نعرف نظرية المعادلات ثنائية الحدود، إذا لدينا الأداة للقيام بحلها، كيف نأخذ المشتقة؟ حسناً، ما هو التعريف الكلاسيكي للمشتقة؟ إنها نهاية اقتراب دلتا إكس من الصفر ل اف الاكس زائد دلتا اكس، اف الاكس زائد دلتا اكس في هذه الحالة عبارة عن اكس زائد دلتا اكس للقوة ان. ناقص اف الاكس، واف الاكس هنا عبارة عن اكس للقوة ان، وكل ذلك مقسوما على دلتا اكس. الآن بما أننا نعرف نظرية المعادلات ثنائية الحدود، فيمكننا أن نجد ما هو امتداد اكس زائد دلتا اكس للقوة ان. وإذا كنتم لا تعرفون نظرية المعادلات ثنائية الحدود، فاذهبوا إلى تسجيلات مقدمة التفاضل والتكامل وشاهدوا عروض نظرية المعادلات ثنائية الحدود. نظرية المعادلات ثنائية الحدود توضح لنا أن هذا يساوي، سوف أحتاج لبعض المساحة لهذا، نهاية اقتراب دلتا إكس من الصفر. وما هي نظرية المعادلات ثنائية الحدود؟ هذا سيساوي، سوف أتعامل مع البسط، x للقوة n زائد n، x للقوة n زائد n n فوق واحد، مرة أخرى قوموا بمراجعة لنظرية المعادلات ثنائية الحدود إذا كان هذا يبدو غريبا ولا تعرفونه. إذن n فوق واحد x للقوة n ناقص واحد دلتا x زائد n فوق اثنين ل x للقوة n ناقص اثنين دلتا x تربيع، ثم زائد، ولدينا مجموعة من المنازل، وفي هذا الإثبات لا يتوجب علينا أن نأخذ جميع المنازل، لكن نظرية المعادلات ثنائية الحدود تخبرنا عن ماهيتها. وبالطبع إن المنزلة الأخيرة نستمر بالجمع تصبح واحد، ستكون n فوق n والذي يساوي واحد. دعوني أكتب ذلك، n فوق n x للقوة صفر ضرب دلتا x للقوة n سوف تصبح، إذن هذا هو امتداد المعادلة ثنائية الحدود. دعوني أعود من جديد إلى هنا، x زائد دلتا x للقوة n أصبحت هنا باللون الأخضر، وتبقى لدينا ناقص x للقوة n، ناقص x للقوة n، إذن ناقص x للقوة n، كل ذلك مقسوما على دلتا x. دعونا نرى إذا كان بالإمكان أن نبسطه.
أولا لدينا إكس للقوة إن هنا، وفي النهاية نطرح إكس للقوة إن، إذن هذان يتم حذفهما. إذا نظرنا إلى كل عبارة لدينا هنا، كل عبارة في البسط ستحتوي على دلتا إكس، إذن بإمكاننا أن نقسم البسط والمقام على دلتا إكس. إن هذا يعادل أن نضرب بواحد تقسيم دلتا إكس كل هذا الشيء. إن هذا مساوي لنهاية اقتراب دلتا إكس من الصفر، نهاية اقتراب دلتا إكس من الصفر. إذن نقسم الأعلى والأسفل على دلتا إكس، أو نضرب البسط والمقام بواحد تقسيم دلتا إكس، ونحصل على إن فوق واحد إكس للقوة إن ناقص واحد. ما هو ناتج دلتا إكس تقسيم دلتا إكس؟ هذا يساوي واحد زائد إن فوق اثنين إكس للقوة إن ناقص اثنين. هذا يساوي دلتا إكس تربيع، لكننا نقسم على دلتا إكس ونحصل على دلتا إكس هنا، دلتا إكس. ومن ثم نستمر بالحصول على مجموعة من العبارات، سوف نقسمهم جميعهم على دلتا إكس. ومن ثم العبارة الأخيرة هي دلتا إكس للقوة إن، لكن لاحقا سوف نقسم ذلك على دلتا إكس. إذن العبارة الأخيرة تصبح إن فوق إن إكس للقوة صفر تساوي واحد، يمكننا تجاهل ذلك. دلتا إكس للقوة إن تقسيم دلتا إكس، حسنا ذلك يساوي دلتا إكس للقوة إن ناقص واحد. ثم ماذا نفعل الآن؟ تذكروا أننا نأخذ نهاية اقتراب دلتا إكس من الصفر. كلما اقترب إكس من الصفر فإن كل عبارة تحتوي على دلتا إكس تصبح صفر. عندما نضرب بصفر نحصل على صفر. العبارة الأولى لا تحتوي على دلتا إكس، لكن كل عبارة أخرى تحتوي على ذلك. كل عبارة أخرى حتى بعد أن نقسم على دلتا إكس تحتوي على دلتا إكس، إذن ذلك يساوي صفر. كل عبارة هي صفر، كل عبارات إن ناقص واحد الأخرى جميعهم أصفار. كل ما تبقى لدينا هو أن ذلك يساوي إن فوق واحد. من x للقوة n ناقص واحد. وما هو ناتج n فوق واحد؟ ذلك يساوي n مضروب تقسيم واحد مضروب n ناقص واحد مضروب ضرب x للقوة n ناقص واحد. مضروب الواحد هو واحد. إذا كان لدي مضروب السبعة تقسيم مضروب الستة فإن ذلك يساوي سبعة. وإذا كان لدي مضروب الثلاثة تقسيم مضروب الاثنين فإن ذلك يساوي ثلاثة. يمكنك أن تجرب ذلك. مضروب العشرة تقسيم مضروب التسعة يساوي عشرة. إذن إن مضروب تقسيم إن ناقص واحد مضروب يساوي إن. إذن هذا يساوي n ضرب x للقوة n ناقص واحد. تلك هي مشتقة x للقوة n، n مضروبة في x للقوة n ناقص واحد. لقد قمنا بإثبات مشتقة أي عدد صحيح موجب عندما x للقوة n، حيث أن n عبارة عن أي عدد صحيح موجب، وسنرى لاحقا أنه ينجح لجميع الأعداد الحقيقية والأسس.
سوف أراكم في عروض قادمة. شيء آخر أردت أن أشير إليه، تعلمون أنني قلت أن علينا أن نعرف نظرية المعادلة الثنائية الحدود، لكن إذا فكرتم بها فإنه في الحقيقة لا يتوجب علينا أن نعرف نظرية المعادلة الثنائية الحدود، لأننا نعلم أنه في أي امتداد ثنائي الحدود، أعني أنه يكون عليكم أن تعرفوا قليلا، لكن إذا قمتم ببعض الاختبارات بأنفسكم فعليكم أن تدركوا أنه عندما تجدون امتداد a زائد b للقوة n، a زائد b للقوة n، فإن أول عبارة ستكون a للقوة n، والعبارة الثانية تكون زائد n a للقوة n ناقص واحد b، ومن ثم تستمرون بالحصول على مجموعة من العبارات، لكن هذه هي العبارات الوحيدة التي ترتبط بهذا الإثبات، لأن جميع العبارات الأخرى يتم حذفها عندما يقترب دلتا إكس من الصفر. فإذا عرفتم أنه بإمكانكم إتمام هذا، لكنه أفضل بكثير عندما تقومون به باستخدام نظرية المعادلات ثنائية الحدود. تجاهلوا ما قلته إذا كان قد أربككم، إنني أقول أنه يمكنكم أن تقولوا أن باقي العبارات جميعها ستصبح صفر. على أي حال، أتمنى أنكم وجدتم ذلك وافيا، سأراكم في العروض اللاحقة.